وليدي نوض جيب لي الدواء، راه ما بقاش عندي، والدواء راه هو اللي كيوقفني، لما شربتوش راه ما كنقدرش نوقف. عانو تشوف كي ديروا نوض جيب لي الدواء. واش غنقول لك اميمتي، الله يجعل ربي يشافيك يا ربي يا ربي. والله اميمتي شكان تقطع من جهتك مني كنشوف الدواء سلالك، وانا ما عنديش الفلوس اميمتي باش نجيب لك الدواء. لا اله الا الله محمد رسول الله. هاد المرض هذا اثر لك على الصحه ديالك، كنتي كتخرجي كدوري، ما بقيتيش دوري ما بقيتيش تخرجي اميمتي، وليتي شاده الفراش والدوايات. اش غنقول لك الوالده، فلوس دابا راه ما عنديش، نعيط لصاحبي عزيز هذاك الدري راه دريويش والله يعمر هذا، وكبرت معاه وقريت معاه ولعبت معاه الوالده، نخرج للزنقه نسلف شي 5 دراهم ديال مكالمه ونعيط ليه نقول لي راه الوالده خاصه الدواء، وراه مسكين غيجيب لي الفلوس ونجيبو لك اميمتي. الله يشافيك والله يعافيك. سير عند عزيز وتسلف عندو راه ضريف الله يعمر هذا، راه عدو ما يخليكش تجيب له فلوس، راه كبرتي معاه وما خليتي فين مشيتي انت وياه، راه مزيان هذاك الدري. سير صوني ليه وسير عندو يعطيك باش تجيب لي الدواء، راه ما يخسرش لك. ويا الوالده هذاك الدري راه صاحبي وما يدوزنيش، الا قلت ليه خاصني الفلوس غيعطيني مسكين الفلوس وغنجيب لك الدواء. يلا الوالده الله يشافيك، انا غنخرج نعيط ليه ونتسلف من عنده. يلا الله يعاونك اشويه ونجيب لك الدواء. سير ولدي الله يعاونك، الله سير جيب لي الدواء راه غيعطيك عزيز، انا غنتسناك حتى تجي. نعيط خويا عزيز عشيري هذاك الدري ما غاديش يدوز، الوالده خاصه الدواء هو اللي غيجيبو ليه. أنا خويا المهدي. فين خويا عزيز كيدير بخير؟ المهم خويا عزيز راه الوالده تزاد عليها الحال وخاصني شي فلوس اخويا، باغي نجيب الدواء. تراك عارف اخويا الله يرحم لك الوالدين، تعاون معايا اخويا سلفنا شي بارك من بعد نرد لك. اخويا المهدي ام فاتحه تزاد عليها الحال، الله يجيب لها الشيف اخويا المهدي، الله يجيب لها الشيف. صافي فهمتك، اش انت شوف اش دير شي نص ساعه اخويا وعاود صوني ليا. صافي صافي اخويا عزيز الله يرحم لك الوالدين فهاد النهار، صافي شنو الساعة ونصوني عليك. صافي اخويا المهدي يلاه حيد تهلا ليا فراسك اخويا، نص ساعة ونصوني عليه راه عشيري هذاك، نص ساعة ونصوني عليه يعطيني الفلوس ونمشي نجيب الوالد الدواء. يا ربي تشافى يا ربي يا ربي، نمشي نغير الجو. سلام عليكم. سلام عليكم. فين العوكة؟ أخويا أنا بخير صحيح مرتاح. الحمد لله الله. أيوه جيت قصدت تكون مقصد الله أخويا. مرحبا. واحد الخويلة مريضة مسكينة واقف على فلوس باغي نجيب لها الدواء أخويا، باش ما كان نردهم لخويا. خويا أنا ما بقيتش كنسلف بنادم، أنا دابا مسلف 1.5 مليون، شهرين أنا كنتسنى فيه ما عرفت فين هو هربان. خويا عطيني شي حاجة من عندك بيعها ليا وغنخصك فيها دابا، عطيني تليفون جاكيطه شي حاجه راه عندي انا فلوس غنخصك فيها، ما بغيتش نتصيد ثاني. عطيني تليفون. ايوب نبيع لك جاكيطه؟ لا عندي جاكيطه، عطيني تليفون. المهم ايوب ما نكذبش عليك اخويا، ها هو ايفون خايدو 1.5 مليون اخويا ايوب، دير معايا شي ثمن مزيان وراه غنبيعو لك اخويا بالرجول. عندي 1000 درهم سير خذ الدار. واش دابا ايوب صاحبي ايفون 1.5 مليون نبارك فيه؟ عندي 1000 درهم بغيتي ما بغيتيش، عطيني 1000 درهم اخويا ديالي هي اللي عندي في جيبي. صافي اخويا اللهم هادي ولا بلاش، مشينا عند اي واحد ما بغاش يسلفنا. سير من بعد نزيدك شي 100 درهم ولا نزيدك 200 درهم. صافي سير اخويا اسمح لي بزاف. سير الله يجيب لها الشيف هاني ما كاين مشكل. واو ايفون بياسة راه دابا 1000 درهم كون شافر هذا ولا ديالو ولا كنعرفو مزيان هاد السيد هذا، راه طلع باغي يشري هاد الدول دارهم. شوف التاكيطة
السلام عليكم. سلام. كدير أم الفاتحة؟ لاباس. لاباس عليك؟ الحمد لله. هانية كبقيتي شوية؟ شوية الحمد لله. المهم الوالدة أنا رجبت لك الدواء. مهدي ما كاينش. لا ما كاينش. راح يتعيط ليا وقال لي راه خاصني شي فلوس. قلت له شي نص ساعة عيط ليا. رايكم مسكين عيط ليا ولقى التليفون طافي. المهم لا جا قول له عزيز أنا ما لقاش لك الفلوس. راه باع التليفون ديالو. راه باش جبت لك الدواء أم الفاتحة. دبعتي تليفون لا ما تقولي شك الوالدة الله يلحش رمنا انت يا الوالد وما دير اخوه ما بيناتناش هنا ويلي الله يعطيك الخير اودي عرفتك ضريف حتى والله يا عمرها يمشي تليفون ويجي تليفون ام الفاتحة صحتك هي الاولى الله يخليك لينا الوالدة شربي بعد الدواء المهم ملي يجي ملي يجي قولي رجع عزيز وما لقاكش وبلغي لي سلام ام الفاتحة صافي صافي الله يجيب لك الشفاء الله يرضي عليك ولدي سمح لي نخرجنا لك على التليفون واش غندير والله الا الدري مسكين ضريف باع تليفونه باش يجيب لي انا الدواء قالي فين تلقى بحال الدراري مساكن الله يرضي عليه الله يعطي على صحيحته عطاقني الله يعاتقه مسكين ضريف كما هو كاع ما نشري الدواء الله يجيب الشفاء وهذا الشو تعطل بزاف ساعات المكانة ما عيط ليا ما والو نعيط ليه شي راجل والله ما راجل رفع لي التليفون شماشه والله حتى شماشه كنا كانت امو مريضة انا كاع ما ندير معاه بحال ما صدرني نص ساعة وعيط ليا داز الساعة عيط ليا لقيت التليفون ديالو مطفي وعشيري زمعة دوزت معاه القليلة والحلوة والمرة لا ما رجولة وحق الله هانيه ماشي مشكل غنشوف شي واحد يسلفني فلوس الدواء ما طلعش راجل العشرة تاع سنين وأعوام ضربها في الزهر وفين الشماشة كاين هنايا نهار مرضات الوالدة طلبناك تسلفنا قلت لي نص ساعة قلت لك الله يرحم لك الوالدين كتحفني غناكلك في رزقك صونيش على لقيت التليفون ديالك مطفي ماشي راجل تا شماشة عشرة تاع سنين وأعوام ضربتها في الزيرو أصاحبي كنا كانت أمك مريضة وقلتيها لي أنا كنا رانا مت معاك أصاحبي ونتقاتل باش نجيب الوالدة ديالك فلوس الدواء ولكن تا طلعتي شماشة ومن اليوم مش عرفني ما نعرفك تالله عشي صافي ساليتي وساليت الشماتة انت ماشي راجل الله يرحم الوالدين والدين ووالديك الشماتة ومن اليوم مش بقاش عرفني ما نعرفك بشار لكن هاني وخدر هذا الرياكسو كيبقى عشيري شوف كرة ما عارفش اش كاين ولا شي العيب لكن هاني كيبقى عزيز علي المادي خوي الصغير واش غنقول لك المهم تا سمحي لي بزاف عزيز ما طلعش راجل عيطت عليه هو يطفى عليا التليفون ديالو وشكون جاب لك يا والد الدواء راه ما طفاش عليك اولدي التليفون داك التليفون راه هو اللي باع وجاب لي الدواء به مسكين هو باع تليفونه على قبلي وجاب لينا الدواء وانت كتصحابو طافي عليك التليفون التليفون اولدي راه تباع مسكين ما كاين كاع اللي يدير معاك بحالك اخوك ولد امك وبوك وما يديرش هاد الشي اللي دار هاد الدري راه كيقولوها كيقول لك صاحبك احسن من خوك والله الا الله يرحم على الناس الاولين ما تقولي اش ميمشي انا ظلمته نحافو طفى عليا التليفون وبديت كنعاير فيه وما دوا معايا مسكين ما والو الوالده وحق الله اش نقول لك ميمشي الصراحه داك الدري ظلمته بزاف وحق الله العلي العظيم واش نقول لك مني تقيت التليفون مطفي تلاقيت معاه في الزنقه وبديت كنعاير فيه ونسف فيه وما نحافوش المهم شي هو اللي جاب لك الدواء هو اللي باع مسكين تليفونه وهو اللي جاب لي الدواء وتعظلمتي داك الدري راه خوك وما يديرش معاك هاد البريزير اللي دار هاد الدري هاد الدري هذا دار واحد الدور كبير في الحياه انا ما قدرتش نبيع التليفون ديالي وهو مسكين باع التليفون ديالو باش يجيب لك الدواء ما قدرش المهم تيقول لي ما عنديش وانا ظلمته وعيرته وسبيته لا اله الا الله الوالد وما دواش معايا مسكين
امشي نسامح مع الوالد. سير سير تسامح معاه، ما كاينش اللي يدير بحال ما والله ما كاين بالله. انا امي نمشي غنمشي عند تمشي عند خوك والله ما يسلفك، تقول لي سلفني نجيب الدواء ما يسلفكش. الله يسمح لي يا من صاحبي. هو مسكينه هو على صاحبك وشفق عليك ومشى باع التليفون وجاب لي الدواء، وانت ما جبتيش لي الدواء وما بعتيش التليفون. ولو تمشي عند خوك ولا عند اختك وتكون محتاج وتقول لي سلفني والله ما يسلفك. هما راه عنده ويقول لك والله ما عندي، راه ما بقات لا خاوه لا والو. والله ما صاحبك ولا خوك، تلقى الخير في صاحبك ما تلقاه في خوك ولا في اختك. ايه والله يهدي ما خلق وصاف. بقينا بلا تليفون دابا مول فين شتو بيه السون وتكونيكطا. خويا عزيز كدير اخويا بخير؟ انا يا صاحبي الله يحفظك ليه بخير. واش غنقول لك سمح لي بزاف وحق الله العلي العظيم. عرفت راسك اش داير ياك؟ عرفت اخويا راسي اش درت، حيت انت قلت لي نص ساعه وصوني عليا، ملي دازت اخويا ساعه ما صونيتيش عليا وصونيت عليك انا، بقيت التليفون ديالك مطفي، قلت هذا رفع لي التليفون. ولكن مهدي عرفتك في الاول غتفكر بحال هكا، وداكشي علاش واقع لا قالتها لك امك، هادشي علاش قالت لامك ملي يجي ولا راه باع التليفون ويلقى طافي، وعرفتك غتصوني ليا وغتفكر بحال علاش انا ما بغيتش نبدا نتناقر معاك فاش تجي تعاير فيا وخليتك مشيتي على خاطرك تعرف شي الحقيقه. درت واحد التصرف الرجوله صاحبي، بعتي التليفون ديالك على قبل الوالده ديالي، انا ولده وما طريتش نبيع التليفون ديالي، ومن عيطت لك انت ما خسرتيش ليا خاطر. المهدي خويا راه امك راه هي امي، وراك عارف هادشي، وكبرنا انا وياك ملي كنا صغار، عمرك تفكر بحال هكا انت راه خويا الصغير وهادشي اللي حاسبك انا. واسمح لي يا خويا عزيز بزاف، وراك عزيز عليا والله يخلي لك الوالد. لا ماشي مشكل راه خويا انت المهدي خويا. اسمح لي يا خويا الله يحفظك. شو القهوه؟ الريال وليفربول. تعطيني تكونيكطا بتليفون. مرحبا اخويا، نضحك معاك. يلاه نمشي.